اوكي، السلام عليكم ورحمة الله. معاكم نيو جاستيك. يا شباب الطفش بلغ أشده. والله يا شباب طفش، اقسم بالله طفش. ولا بيلعب ريزن ديفل الا وانا اصور. اوكي سو خلونا ليتس جست جامب انتو ذا فيديو. اوكي خلونا نتصفح التايم كول صراحة، اللي فترة ما تصفحته. الحين نعرف هذا اسمه حسن تيكر، يقول مو مصبرني على هالموسم الا كيانو ريفز. كيانو ريفز يمثل في اوزارك ولا؟ اصبر دقيقة، انا شفت واحد قبل شوية يتكلم يشبه شخصية في اوزارك المسلسل بكيانو ريفز، بس ما اتوقع انه يمثل فيه. اتفق بكل صراحة. الحين هذا اسمه جي جي ريزنز اوف ايفل. اوكي يقول ريميك مرة حلو، ما في اي فرص ضائعة، ما في اي محتوى قصه، ولا في اي مشاكل بالتصميم. اتفق والله بكل صراحة، ريزنز ايفل الريميك حقها مرة استمتعت فيه، واضاف اشياء كثيرة مرة جديدة يعني للعبة، بدون ما يحذف اي شيء من النسخة الاصلية. والاجواء حقته مرة كانت فخمة بكل صراحة، واللعبة كان فيها صعوبة، تحدي، ما هي صعوبة، انتم تحدي فخم. انحذفت The Last of Us من الستور، وتم إرجاع الأموال لأصحابها لعدم وجود موعد محدد لها، ومجرد انتهاء الأزمة ستعود مرة أخرى للمتجر. بسبب التأجيل كان بسبب كورونا ومشاكل اقتصادية. The Last of Us عاد لهم 4 سنوات صف الله، هم يأجلون ويقدمون يأجلون ويقدمون. ذكر لما خلصت أنا وصاحبي The Last of Us الجزء الأول، جلسنا نقول الله The Last of Us 2017 من 2018 أول مرة قالوا إنه بينزل، وخلصناها زمان. بعدين جاء 2017 وجاء 2018 وجاء 2019 2020. بإذن الله تكون لعبة كويسة بكل صراحة، أتمنى. I don't give a shit صراحة من ناحية القصة. في ناس معصبين لأن القصة فيها لزبوز، فيها لزلز. I don't give a shit بكل صراحة، أنا ما اهتميت لهذا الشيء، أهم شيء اللعبة تكون حلو، استمتع. Brave Survivors. أوه شفتم في Resident Evil Resident Evil 3 نزلوا معاها حاجة اسمها Resident Evil Project Resistance، باختصار زي Dead by Daylight. المفهوم أتوقع إنه باختصار 4 يخشون، 4 ناجين وقاتل أو شخص يقعد يطاردهم ولازم ينجون. أتوقع، ما جربته، أنا ما لعبته، يبي لي أجدد البلاس حق البلايستيشن قبل ما يمتيني ألعب Project Resistance لأنه أونلاين اللعبة. شفت من التصميم الجديد حق يد البلايستيشن، دوال سنس اسمها. التصميم مرة رهيب، مرة سموث وسليك، تحس انه راح نمسك اليد. يعني صحيح انا ما اشتكي من اليد القديمة، اوكي، لكن مدري احس ان الشكل هذا بيكون مرة تجربة جديدة، شيء فخم، اوكي، شيء جديد، بتحس انه مرة بيكون مريح الممسك في يدك. برضو في واحد يقول ملاحظين ان وحدة التحكم الجديدة صايرة احلى واكثر حرية في التصميم من الماضي. من جد شفت 40 ألف مليون ترليون جزليون تصميم على اليد الجديدة. شباب قريت هذا الموضوع، يقول في قضية تتعلق بريتني سبيرز، الجلسة الثانية في ابريل 21. ايش صار؟ ايش قصة بريتني سبيرز؟ خلونا بس نشوف، نخش بس بقرأ. يلا ابو اسمها المعوق، حرفيا من الاسماء اللي ما قدرت تكتبها ابدا هي بريتني. يوه اغير اللغة بس ما تتغير. conservatorship انت ايش هذه؟ dissolve the conservatorship. what is conservatorship؟ خلونا نشوف. oh my god تعرفون ايش معنات conservatorship؟ المصطلح هذا باختصار يعنى بانه شخص توكل المحكمة او يوكل القاضي انه يصير يتصرف في شؤونك المالية وحياتك الاعتيادية، يعني حياتك اليومية، بسبب فرضا عندك مشاكل عقلية او حاجة زي كذا، يعني مشاكل نفسية او عقلية. باختصار انه في وصي، كأنه وصي، اللهم هذا الوصي يتحكم بحياتك. في وصي على بريتني سبيرز، في وصي على بريتني سبيرز، وجالسين يطالبون الناس بانه يشيلون الوصايا حقته. غريبة، ليش بريتني سبيرز عندها مشاكل عقلية؟ اول مرة ادري. ويقولون انهم الحين طلبوا جلسة ثانية او حاجة زي كذا عشان يسوون تقييم نفسي لا بريتني اتوقع. الله، باختصار انه المحكمة عينت وصي يعني زي كذا، يعني تحكم بريتني سبيرز باختصار من عام 2008، بعد قصة انتشرت عن مرض عقلي لها، عن مرض نفسي او مشكلة نفسية او مشكلة عقلية عندها. اول مرة والله ادري، بس ما ادري، احس شيء زبال. تخيل لو انه من جد في واحد كذا، تخيل انه في كذا عدسة عليك يقعد يطالب فيك شخص كل يوم يقعد يطالع فيك من هذه العدسة كذا. شيء غريب والله، عذب الله، الله لا يبلانا. ايوه شوف هذه التغريدة اللي قلتها في البداية عن قصة كيانو ريفز وأوزارك. What the hell? Where? أنا ما أشوف شبه. يقول هل لاحظت الشبه الكبير بين كيانو ريف ونجم مسلسل أوزارك توم بيلفري؟ كيف تتجرأ؟ How dare you إنك تشبه خرتيت بكيانو؟ ابي ابلكه، ترى انا اوقات كثيره ترى ابي ابلكه، بس في قصص كثيره، في اشياء كثيره هو ينشرها. فتعرف هذا الشخص اللي يدخل، اللي يحشر خشمه في كل زاويه بس عشان يلاقي اتنشن، هذا سيلب زاربك. يا رجل امس الاقي مغرد عن اليد الجديده حق البلاي ستيشن، اطالع اقول
اوكي. او ماي جاد، شوف 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 في كورونا، الثامن من فبراير 37,000، الثامن من مارس 109,000، الثامن من ابريل 1,520,000. يا لطيف. الثامن من اسبوع جيني فير مارس ابريل ماي، الثامن من مايو اند ذن ذير وير نان. استغفر الله، لا استغفر الله، استغفر الله يا شباب، خلونا لا، هذه اشياء ما يمزح فيها ولا يطقطق، وحرفيا المفروض اني ابدا ما اطقطق على هذه الاشياء. اوه شفتم براء اعظم يوتيوبر في اليوتيوب. حرفيا ترى يا شباب براء مره صرت اغلب وقتي اقضيه على قناته، مره حبيت قناته بكل صراحه، حبيت محتواه، حبيت اسلوبه، صار توب يوتيوبر عربي بالنسبه لي. المهم نزل رايكم 6، متحمس صراحه على المقطع. كتبت هنا حاجه، كتب دحماس يجيب الكلام على نفسه. اي دونت نو واي ليش دخلت في الموضوع، بس توب فور افخم او افخم مومنتس في الانميات، يعني افخم لحظات في انميات باختصار. ما اعرف ايش هذه اللحظه اني ما كملت ون بيس صراحه، متكاسل اكمل ناروتو. سبويلر الرت، بحرق ترى يا شباب، قدم 10 ثواني و5 ثواني. اوكي هذه اللحظه، تنتظر 700 حلقه عشان تشوفها. وفي النهايه بكل صراحه ما خيبوا ظني، تقريبا قتالهم كامل كان مره فخم، لما تقاتلوا بعدين لما كل واحد قطع يد الثاني، بعدين كذا جلسوا طايحين جنب بعض. بكل صراحة ترى ناروتو من الأنميات اللي مرة أبغى أسوي عنها مقطع، ترى أبغى أسوي مقطع أناقشه، أنتم أناقش الأنمي ككل، أنتم وراح أسوي بإذن الله لكن مو الحين. زوادة من أفخم الأشياء اللي ممكن تشوفها في حياتك بكل صراحة. ديو ضد جوترو، عظمة الحبكة الأنمية. يوجد جاني قشعريرة يا شباب، بس شفت صورة جتني قشعريرة من صورة واحد كتب نسيت هذه. هانتر اكس هانتر من الانميات اللي تعتبر فرصة ضائعة، الله لا يوفق الكاتب باختصار. واحد هنا كتب حط صورة او جيف من الانمي اللي بامكانك تتابعه في اي وقت ما تطفش منه. بكل صراحة ما يمديني اختار انمي الحين، لانه بكل صراحة انمي لقيت انمي نفس الوضع، يعني بامكاني اصير اتابعه في اي وقت وما اطفش منه، لسه ما لقيت. Perfectly Cut Screams، تعرفون انتم هذا الحساب، هذا حساب حق كذا صراخ باختصار، يعني قصة كذا، يعني خلونا نشوف. سوكا سوكا بليات. محمد ريفيوز، وش ذا النت الخايس، 13 4 جيجا بايت من 13 6 دقيقة متبقية. الله يرزقنا. ترى يا شباب بالنسبة لي أنا تقريبا معد لي فترة طويلة فترة طويلة، وأنا كل مرة أفكر إني أسوي بث، أوكي سواء يوتيوب سواء في زاوية، أوكي اللهم ما عندي إنترنت، إنترنتي سيء سيء بشكل يا شباب. مقاطع ترى اللي 3 جيجا، أوكي تقريبا حملها في 9 ساعات، تخيل إنه المقطع الواحد كل 3 ساعات يرفع لي جيجا على اليوتيوب. النت سيء 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 جدا بشكل. الله يرزقنا. الصين رسميا تمنع أكل الكلاب، وأعلنت أخيرا أن الكلاب حيوانات أليفة وليست طبقة على العشاء. كيف تأكل؟ كيف تأكل شيء لطيف زي كذا؟ Oh my god. أتذكر في قضايا دائم كانت تطلع عندنا هنا، مو قضايا يعني كانت تقول شائعات، كان دائم تطلع اللي هو هالمطاعم اللي تقوم تأخذ لك كلاب وكذا، سوي كذا ها، تعرف يعني يأخذون كلب يحطون في غرفة ويحطون كذا، ويكون في نفس الغرفة سكين، فهمتم يعني؟ بعدين هنا عشاء، بغيت أقول العشاء هنا، قلت هنا عاشاء، أوكي. وقدمون أكل، برضو كانوا يتكلمون عن الحمير على أساس، أنتم تعرفون يعني الكلب والحمار ما يجوز أكلهم، فهمتم؟ فهذا هو السبب الأكبر. لكن بكل صراحة لما يكون اللحم كويس وأنت ما تعرف أصله، انما الاعمال بالنيات. استغفر الله استغفر الله يا رب، لا لا مالي دخل مالي دخل، بس طقطق. اتس ا جوك. في شيء يقهرني، في شيء اكرهه، وتعدي نقطتين، حط نقطتين، ليش تحط الف مقصوره؟ زي اللي يقوم يكتب لك لا اله الا الله، لا مو كذا، ما ادري في دعاء باختصار فيه ياء، يقوم يشيل يحذف ابو الياء، يحذف النقطه خلاص كذا. هي صديق ايش فيه؟ كان المفروض انه يجلس في الزاوية، اوكي عشان كعقاب له، اوكي بس شوف ايش جالس يسوي. This he's vibing ma. ها
حسبي الله ذا شكله ناويها للعيد اشتكتوا. هلا والله اليوم بدخل في الموضوع على طول. تسمعون هالصوت؟ اوكي زمان عنا صح. طيب أوكي. والسهر على ذا الصوت ضربتين على الراس توجع ليفربول البارح. ايه يا زينه والدقيقه 90 بعد لا كل زق. لا انا ما احب الكوره انا ما احب الكوره اي دونت ريليت تو ذس. اوكي طيب وهالصوت متاكد انكم لا ذي لا كل زق ايوه متاكد منها. بس اللي عارف انكم مبسوطين بالتعلم الالكتروني. طيب أوكي. تدرون انكم ممكن تشتاقون لهالصوت بعد. القرار الله يرحمنا برحمته بيتكم هي شدة حرفيا ترى حرفيا الا وتنفرج. تشوف المقطع على اساس قصدهم انه الازمه بيدنا فهمتم يعني علاجها بيدنا على اساس انه لو بغينا الازمه تستمر لين حتى بعد رمضان والعيد وتستمر فهمتم. والله تكلمت عن الموضوع هذا في المقطع الماضي حرفيا يعني اذا ما في وعي ما في وعي. I'm sorry life but Saudis were a mistake. همزة لكن حرفيا البشر غلطه. استغفر الله العلي العظيم وتوب. او ماي جاد حرفيا انا متحمس الجاي مره 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 متحمس الجاي. انتم شفتم بعد ما سبويلر اليرت اوكي بحرق جود اوف وار كذا تبغى يقدم 5 ثواني 10 ثواني اوكي بعد ما تختم جود اوف وار وترجع البيت في مشهد اضافي تابعتموه اكيد 100% صح لما يظهر ثور. واو ايبك يا اخي مره ملحمي. يقول لك لو اوكي بدون اسلحه اوكي وبدون اي استعدادات اوكي من راح يفوز من بينهم؟ كيانو ريفز بالراحة يا قلبي بالراحة بدون أي استعدادات بدون أي سلحة كيانو ريفز. والله ليش إذا أحد يتابع الكوميكس بليز لا تزعل ترى أنا ما تابعت الكوميكس فأنا أحكم من الأفلام وبرضه حتى إذا في أحد تابع الأفلام أنا محكم. دعم اللغة العربية قادم ضمن تحديث النظام 2.0 بإذن الله. ومن هنا بدأت الشركات تعطينا وجه وتعرب العابها وتنافس على هالشيء بعد. من جد الله 2014 سبتمبر 11 أو ماي جاد. من ناحية ترى تعريب وزي كذا أحس إنه ترى هو شيء كويس مع إني أنا مستعمل الترجمات العربية في العادة ولا كيف أشرح لكم يعني ما أدري ليش مستعملها يعني كذا أحس إنه تخرب جو اللعبة. لكن حط ترجمات إنجليزية وحتى إذا كان في دبلجة عربية مستعملها أو دبلجة إنجليزية اللعبة فرضا يابانية مدبلجة إنجليزية مستعمل دبلجة خير شر استعمل باللغة الأصلية. أحب أن ألعب زي كذا. Death Stranding Intro الحمد لله أنها جت في التايم حقه أوكي بس عشان أتكلم عنها باختصار موجز. في موسيقى الموسيقى هذه من موسيقى True Detective اللي يعرف يعني موسيقى مقدمة Fragile Cliff ديدمان هيجز يا هيجز ماما هي ماما اصبر من برضه املي او ماي جاد. باختصار بتكلم بشكل موجز عن ديث ستراندينج اللعبه اللي وصلت كانت بالنسبه لي انا كانت راح توصل فوق خلاص راح تتغلب على اي لعبه لعبتها في حياتي لولا الجيم بلاي. عندك قصه عندك موسيقى عندك شخصيات عندك الاجواء بعدين كل هذا سوي كذا سكيب وتعال جي الجيم بلاي. ما راح اقول انه اللعبه ككل كانت زباله. في لحظات في اللعبه كانت بيرفكت يعني اوكي لكن اذا انت تبحث عن جيم بلاي فابدا لا تخش اللعبه الجيم بلاي حقها كفاح والله كفاح كافحت حتى ما ختمت اللعبه. المهم يا لطيف صورت نص ساعه صارت كسل. يلا عاد يا شباب اتمنى استمتعتم والله اشوفكم ان شاء الله بكره اوكي بكره باذن الله. ما ادري ليش انا صفق خلاص انا متعود يا شباب كذا اذا تركي رمضان يلا السلام عليكم.